الله بإذن الله. خليني أروح لبن شرقي، وملف بن شرقي ده من الملفات اللي بتتصدر دائما المشهد بالنسبة لجمهور نادي الزمالك. هل في جديد فيه ولا الموضوع زي ما هو ما بيحصلش فيه أي حاجة جديدة؟ يعني احنا بنحاول مع بن شرقي، اللجنة بتحاول بشكل كبير جدا مع بن شرقي ان هو يبقى موجود في الفرقة. بنحاول نقرب المسافات بيننا وبينه. يعني أتمنى الفترة اللي جاية دي ان احنا كل ما القيد بيتاخر كل ما هيكون احتياجاتنا لبن شرقي هيكون اكتر. فانا شايف ان احنا لازم يعني نقعد معاه، هو لازم يكون عنده الاستعداد زي ما احنا عندنا الاستعداد، هو كمان هو لعيب كويس جدا ومحترم ومؤدب على فكره، يعني نقعد معاه في محترم جدا. فاحنا نتمنى كمان ان احنا نخلص معاه وهو يكون عنده الرغبه في دي. يعني انا برضك يعني من غير اي حاجه، يعني ما حدش يزعل، اللي ما بيلعبش كوره في الاهلي والزمالك ما لعبش كوره، اللي ما لعبش كوره في الاهلي والزمالك ما لعبش كوره، الاجانب ما لعبش كوره. يعني مهما كانت الاجانب، يعني كان احسن لعيب كوره في افريقيا عبد الرزاق جه لعب في المقاولين ومشي ما حدش حس بيه. بالانطوان كان احسن جول في افريقيا جه لعب في المقاولين ما حدش حس بيه، بس بالانطوان عمل بس تاريخ جبار لحد النهارده وهو جاي بقى. ما كنا احنا بنتفرج عليه في البطولات الافريقيه بالانطوان، بس انت بتكلم المقاولين اسم كبير واسم وتاريخ قوي جدا، لكن ما عندوش الجماهيريه. في اجانب كتير تالق، يعني ما هو وتكف الاسماعيلي عمل بس بعد ده في اللحظه بتاع الاسماعيلي، ما بعد الاسماعيلي يعني اي واحد هو جه مصر هنا وعمل شغل كويس وعمل شعبيه كويسه، بعد كده راح فين؟ خلاص يعني دي كان قمه الاداء بتاعه وابهاره كلاعب كره في التوقيت ده. اي واحد بيجي بياخد الشعبيه في مصر، بتكلم بجد يعني ما تمسك دلوقتي المنتخبات تونس الجزائر المغرب، كل اللعيبه المصري التوانسه اللي موجودين في مصر بيلعبوا في المنتخب. يعني دي طفره حاجه جديده. مسلوسي وعلي معلول كلهم المغاربه وفرجاني المغاربه، كل اللعيبه المغاربه اللي بيلعبوا في مصر بيروحوا على طول على المنتخب. وسيف الجزيري في سيف الجزيري اذا في تونس في المغرب، بس في المغرب احنا الزمالك كان جايب خالد بوطيب كان كده كده اصلا كان بيلعب في وبن شرقي يعني بن شرقي دلوقتي بيلعب. يعني فانا برضك بن شرقي عمل اضافه لنفسه في مصر كبيره جدا. صحيح. والمصر احتضنته بشكل كبير جدا. طب لسه موضوع البند ده، لسه موضوع البند ده والشرط الجزائي ما حصلش فيه حاجه جديده؟ لازم يبقى فيه نقرب شويه، لازم نقرب شويه احنا وهو، يعني لازم نقرب. يعني احنا بنعمل يعني بصراحه كل يعني عارف قصار جهدك ان انت تشتغل وعايزه يبقى موجود مع الفرقه، اللجنه بتعمله.